وقرأت عليه ابن بري وإلى الآن لازلت أحفظه وأقرأه. إيش هو ابن بري شيخنا عشان الناس بري تعرف؟ الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه وعلمنا حمدا يدوم بدوام الأبدي، ثم صلاته على محمد أكرم من بعث الأنام وخير من قد قام بالمقام، جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البرية، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. وبعد، فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحل الإنسان وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكرة له وفهمه. وجاء في الحديث أن المهرة في علمه مع الكلام البرر، وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن في الله لأنه كلامه المرفع، وجاء فيه شاب في عم شفع وقد في فضله اثار ليست في بحملها اسفار. فلنكتفي منها بما ذكرنا ونصف القول بما قصدنا من نظم مقرا الامام الخاشع ابي رؤيم المدني نافع، اذ كان مقرا امام الحرمي الثبت فيما قدر والمقدم، والذي ورد فيه انه دون المقال سواه السنه. هذه نتحفظ عليها قراءه نافع. نعم. قال مالك قراءه نافع سنه. نعم. لا يعني نصحها فقط. نعم. واذا كل قراءه سنه.